سؤال مهم جدا بتساله كل سيده مقدمه على انها تعمل حقن مجهري، ازاي اقدر ازود جوده البويضات بتاعتي؟ كل سيده عندها جوده بويضات خاصه بيها، ربنا خلقها بيها مش بتتغير. جوده البويضات دي بيحددها عاملين اساسيين، العمر ومخزون البويضات. في بعض الاحيان بنكتب ادويه بسيطه، لكن احنا بنراعي انها ما تكونش ادويه مكلفه عشان خاطر ما نثقلش على السيده دي وهي بتعمل حقن مجهري. ادويه بسيطه خالص بتساعد او قد تساعد في تحسين جوده البويضات. طب ايه اللي ممكن يفرق؟ الحقيقه اللي ممكن يفرق هو نظام الحياه او اللايف ستايل. السيده دي لو خست، اكلت اكل صحي، لعبه رياضه كجزء من تحسين الحاله الصحيه العامه ليها، ده ممكن يحسن جوده البويضات، وبالتالي القصه ممكن تحتاج من 3 ل 6 شهور عشان نحسن جزئيا من جوده البويضات لمثل هذه السيده. دكتور عادل شفيق صلاح الدين، استاذ امراض النساء والتوليد والعقم، كليه الطب جامعه عين شمس، واستشاري الخصوبه في مركز فرح لاطفال الانابيب.